يعني حلو هيك ما شاء الله يغزل عين هيك الله يبارك ها شفتوا ما شاء الله هلا هيك الجبنه مستحيل مستحيل بقى تيبس بقلب الكنافه يعني هذا السر اعطيتكم اياه من القلب الى القلب الله عن جد بعد الفطور بدي هيك قاعده يا مرت عمي ما هيك بدنا نشرب فنجان قهوه من ناطرين نحن يلا كلنا وحمدنا الله وشكرناه يلا رح جيب لي معلينا نعمه رح جيب الكنافه ورح جيب القهوه يلا عمو حبيبتي وجيب الفناجين يا ربي على قهوه ناطره هلا عم شفتي ما احلى هالمنقل يا مرت عمي حبي وجه تحيه لمدام كريستين يعني بدي وجه لك تحية من كل قلبي هي وكنتها سمية رجب يا حبيبتي ما بتعرفي هول يا عيوني لما كنا بألمانيا أيوة. سافرتنا جولة في أوروبا نعم. فوجهونا دعوة إنه نزورهم ونروح لعندهم والله كان الوقت كتير ضيق يعني ما رحتي زرتيها لا والله ما عليك إن شاء الله إن شاء الله إذا قال لك لسه مشوار تاني المشوار التاني بإذن الله بإذن الله وحياة الله يا ليلى وحياة الله قال لي أنظف نوعية وقال لي حجة إذا بصير علي شيء بترديها بتشتحيها بوشي وطير بغيرك كم وحدة جايبي أنت لإلك؟ وقال لي حطيها بالغسالة وأنا مسؤول عنها والله تنتين $5 أها تنتين $5 لأن حسب لي 2 ب10 تنتين بخمسة للوشي شو معك إقلام؟ إقلام؟ شو هذا قدامك؟ ده تلوين تلوين شو؟ مش إقلام هذا تلوين غذائي أنا حعوز الأصفر بس هنفكر أخلط بين الأصفر والأحمر يعطيني لون جديد هلا ما عارفة شو عم تعملي هلا بقولك شو عم بعمل لما نروح تقولين بس هيك السكين الرقم 2 أيوة سلم الله هالدية تفضلي يعيشوا هلا بحط لنا هذا الجوف عم حدنا بدي أعمل كنافة بالقشطة يعني اليوم بدنا نتحلى مش بالقشطة كنافة بالجبنة بس رح أعمل لها خلطة مثل القشطة بحطها مع الجبنة ليك يا روى إذا عملنا الكنافة بس بالجبنة من بعد ما تبرد الجبنة بتصير ناشفة مزبوط صح ولا لا؟ صح ما بتتاكل إذا كانت سخنة مزبوط شو تسيح أنا هيدا الموضوع بدي أتفاده شو حأعمل؟ شو حنعمل؟ الكنافات اللي بتجيبهم ما تعمي طازة أوكي حطهم أنا بالفريزر ساعة البدي بشيل منهم عن جد غير شكل فرح قطعهم أول شيء عم تنعميهم بدك اياهم أخشان؟ لا وانتي هيك يعني هيك نعمي أنا ما بعرف شو عم تعملي هي كنافة أوكي بس هي لأنه طالعة من المجمدة أوكي بتتكسر بكل سهولة يعني أنا فيني أحطها بمحضرة الطعام بس ما إلى داعي يعني بالسكينة مثل ما شايفة دغري ما شاء الله ايه بس هذا هلا احسن انا مجمدة ايه دغري بتتكسر يعني حلو وبعدين للوشي بدي امشي معك سنتي ملي اوكي والله بدنا جاوب اكبر رح اتعلم يا عمي نحن عاملين شيء عائلة لان جبنا جاط هذا الجاط منيح ما شاء الله هذا الجاط فباخذ انا الكنافة بسم الله يعني لبستلي فستان فلو من وحي المناسب دخل عيني كامل ليش سويت تلبسيه بالهنا ان شاء الله حبيبي قلبي على فكره انا وراء ليرسين ازرق والله منسق بالعادي انا ما تعمي من نسق اليوم انا ومرور منسقين ماما دي بلا على الاخر ماما اليوم على الاخر لانه الدنيا صيام يلا ان شاء الله يا رب صيام مقبول ان شاء الله يا رب الله يكتب لنا الاجر متابعينك امين رب العالمين كل حدا عم يسمعنا امين فمثل ما شايفين لك اذا كسرها هيك تكسير بتتكسر خلينا ناخذ هذول كلهم امروا ديعانتهم ايه والله ما تعمي حد بس كثير من هيك الحلو قولي لي سلم جيتك انا قلت لك بجيب حلو قلتي لي لا انا خليني اجيب حلو يا ليلى نو لا انت جاي على بيت ليلى وبدك تجيبي معك حلو هيك قالت لي ما حلوه بحقي عندي السمنة أنا دوبتها شوي صغيرة لأنه بتعرف الطقس مر برد الطقس عني ما تعني؟ ايه كتير عنجد؟ كتير أنا هذا السكر البودرة ايه كله بيعمل هيك بيعمل عنجد بيعمل تكتلات يا جماعة بس ما تعتلهم ليكو أنا بحطه بإيدي وها بينزل البودرة ما بيحط له ولا سكر بودرة ليلى؟
الافضل. هيك بيطول لي. ايوه ليلى قديه كميه؟ يعني انا بقول يعني لنفترض نص كيلو، نص كيلو عشان تبقى طيف، ما هيك ما تعمل؟ ايه نص كيلو. مثلا بنحط لنا ملعقتين لثلاث ملاعق طعام سكر البودره. ايوه سؤال، انت بعدين بدك تضيفي علي قطر؟ في بقلبي يعني انت هون بتاخذي ريحتك بالحلاوه. بس هذا السكر وظيفته انه يعشقوا بعضه. اوكي فهلا بنحط سمنه، تقريبا نصف كوب سمنه انا نظريا رح ضيفها. هي صار اكثر من كوب. لا 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 نصف كوب والله، الكوب اللي هيدا وينه الهداك. هلا عم تحكي على الرحمن الرحيم. يعني انا بهذا الكوب 300 مل تقريبا نصه نصه مش اكثر، وبفركهم بفركهم لحتى السمنه. فرك الكنافه هلا. فرك الكنافه بالإيدتين لحتى نتحكم. ريحة الله الله الله. أبي حطوا ماي زهر ماي ورد. هلا بحطها بقلب الحشوة. هون ما ححط لأنه هذا حيتعرض للنار. الحشوة هلا بتشوفي بحطها ضلها محفوظة. صح. وبحطها بالآخر كمان يعني قبل ما أطفي تحت الحشوة. بس الحشوة حتعجبكم كتير عن جد، لأنه كتير بسمع ناس بيعانوا من حشوة الجبنة بقلب الكنافة، إنه مثل ما قلنا رواق بس تبرد بتعضن. واللي ما عنده مايكروويف كيف بده يسخنها؟ بده يرجع يشغل الفرن؟ صحيح. الخاص بالمبلغ الفرن؟ صحيح. بعملوه بهي الطريقة بتضلها هيك جوسي وطريقة فيها. هلا أنا بدي أعطيها لون. صبغة اللوزينة تاعي أنا خاصة، فشو حأعمل؟ ححط له هذا ملون غذائي، نحط له والله منيح عطي لون أصفر حلو حبيت مثل لون عد الصفرة. اي والله ليكو ححط له كمان من هذا الأحمر بلكي بيصير أورانج. بيصير ميل على الأورانج بس شوي محكتر. بس هلا أنا كأنه ماي بندورة. هلا سامي هلا تحطي بقى. لا لا نشوف ما بيأثر. أنا قبل ما مرت عمي تتعلم مرت عمي ما بدي كيو مرت عمي خيار مرت عمي. لا أنا عندك مسحتي هاي نظيفة. طبعا طبعا مرت عمي نحن بنسترجل. أعوذ بالله. أنا شايفة أنا عم رائب. غفير ما في. أنا ماني قاعدة بغمض عيني أنا عم رائب. حبيبة قلبي فوالله يا جماعة هلا من بعد ما حركتهم مع السمنات والسكر كتير منيح رح روح أعمل القشطة على الغاز وحأخذكم معي تشوفوا عن كيف أعمل القشطة. ماشي حبيب قلبي. لكن أنا عندي هون طنجرة على الغاز بشويش طنجورة، هي المفروض كان بدها حليب سائل، أنا ما عندي حليب سائل، رح حط حليب بودرة. بدي ثلاثة أكواب من الحليب السائل، يعني بحط ست ملاعق طعام من الحليب البودرة وبحط لهم ثلاث كبايات من المي. هاي أول كباية، الكباية الثانية، وهي ثالث كباية. ما تعمي ما عملت القطر؟ لا لا ما عندك قطر عجيبة، إذا تخلي قطر عندك على طول احتياط. الله وكيلك بعد بتعملي حلو كثير ليلى أنت. برمضان ما شاء الله. لا الله أكبر بعرف. فطول عم تخليها خليها على جنب احتياط ليلى. فرح أعمل قطر قبل ما أكمل القشطة. أكيد مشان يبردوا مهام. بدي كبايتين من السكر. هولي كبايتين ليك والعيارات كلها بدها تكون بنفس الكباية حبيب قلبي. كبايتين سكر بضيف لهم كباية من المي. صح. وهي كباية من المي. هلا بنقلهم على الغاز. هلا بدي احط النشا، انا حطيت القطرات على النار بس يغلوا بحط لهم حمض العصير الحمض. هلا لكل كباية حليب بدي احط ملعقة طعام من النشا اللي هي والله ملعقة جبل والله لا ايه ملعقة ايه والله بدها ثلاث ملاعق ثلاث ملاعق كل كباية ملعقة. ايوه شعلت النار انا تحت الحليب والنشا بحركهم. هو النشا سبحان الله يا مرت عمي بيرقد. ايه بيقعد بكعب اللتيك. بكعب الطنجرة. لأنه تقيل ليلى. هلا بس ايديكي بيفوش. ايه. هذا الحين قطر بلش بالغلية. يلا حجب له الحامض. بنحط له تقديريا هذا أنا دايما عندي حامض عصرته بالبراد. نص حامضة. ايه. بنخليه تكتك لمدة ثلاثة دقائق. بتعرفي انا ما بنجح بالقطر ابدا. ما تعمي والله سهل ما بده شيء مره بعمل مثل ما بتقولي مثل ما بسمع مثل ما بشوف. الله تسكل على الطرمس على لا 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 وحياة الله ولا اسهل يا بتعرخو رخو
يا بطلع محطب ما هو اضربيه بالحيط بيرد عليك. ما هو القطر انت حسب بدك اياه رخو ولا بدك اياه تقيل بيجي على حبيبتي بقى القطر بتاخذ معها الحلو في بدك تحطي له كبايتين ونص سكر اذا بدك اياه مثلا مع القطايف كبايتين ونص سكر مع كبايه مي تتركيه يغلي 3 دقائق 4 دقائق مع عصره الحامض اكيد ومستحيل ما ينجح والله اذا بتعلمين هلا على بكره يا عمري ما قلتي لي شو رايك بهالصينيه الترويقه يلي وراكي ايه العلب الرهد بسم الله ما شاء الله صينيه الترويقه بسم الله ما شاء الله احلى ما احلى في الفجله والبصل الخضراء يبعث لك الهرجه والكبه صحن اللبه صحن الحمص شفتي ما احلى ليك هالكبه شو بعد هذا شو هذا حلويات شوكولاته وغيره لا لا سودا وليه وليه وهذا خضره بقدونس او نعنع نعنع كثير حلو يخزل عيش حلو هلا بدي احط لها جبنه قشقوان وجبنه مربعات وجبنه موتزاريلا لا ايه لا شو للقشطه ها مشان هيك والله بغنجها بهالحلويات والله يا بنت عمي بتاكلي صبيعك وراها ليه لانه الجبنه ما بقت تكتل ما بقت يبس ايوه حتكون كانك عملتي لها مهلبيه ودمجتيها مع المهلبيه هلا بنشوف ونحكم بعدين بس ندوق بنحكم ماشي يعني تقديريا كمية الجبنة هاي شي 150 جرام هلا هي يلا جندو بسم الله الرحمن الرحيم هلا هي بتدوب بسم الله الرحمن الرحيم رح جبنة مربعات كمان بسم الله الرحمن الرحيم التحريك ماشي ولا ايه 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 ما شاء الله يلا هلا بنفتح جبنة المربعات بدي شي خمس قطع جبنة مربعات كمان قشقوان ايه. مربعات ايه وموتزاريلا كمان حلو خمسة من هاي شو هالفخامة هاي خليك حماتي عندي مو حي الله شو هالفخامة عن جد حبيبة قلبي عندي الله الله يبعثك العافية حبيبتي يا مرحبا هاي أول وحدة خففها النار وهاي الثانية لا لا انا شو بتلاحظ من هذا داب عندي عن جد والله العظيم كون السيليكون تاعه منه منيح والله داب شو عرفني عم حبيبتي قال لي هذا الاصل ايه لا بقى تروحي لعند هذا واحد غشاش والله قال لي هذا الاصل بسم الله الرحمن الرحيم والله واحد غشاش انا البياع اللي بغشني ما بقعد برجع لعنده شو عرفني يا عمي هالعالم يا لطيف عن جد بتحسي الانسان اذا ما كان عنده ذمه وضمير الله ما بيوفقه اكيد اكيد حرام قال لي حجي هذا اصلي ومدري شو هلا بدي احط جبنه الموتزاريلا بدي احط تقديريا كوب ونص بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله تمام هلا كفايه بسم الله ما شاء الله تبارك هلا شوفي كيف بدها تشط وتمط ما طعمي انا رح تيجي حرك عنك لانه صرت ثقيله على ايدك بقى الله اكبر خاي صوت حلقي بسم الله ما شاء الله يخزى العين والله لو عمي حلقة الرزق اني هلا كيفنا او حلقة الجبنة يا ماما ما لازم نعمل حلقة الرزق يا ماما من يوم تاني صورت لنا جبنة الشغيلة عندك وقلنا بدنا نعمل حلقة الرزق وحلقة الجبن فوالله لازم نعمل هالشي نهار يا الله كلنا عم يسألوا يا ليلى منين جايبينها جبنة الشغيلة يا حجة منين يا حج بنان اصلا نحن ما فينا نجيبها الا لنوصي عليها صح أكيد ولا لا اكيد زق بيعين لا في بيبيعها دائما لا لا اليوم بيجي لانه رمضان لا غير رمضان انا قصدي لا بدك توصي التاجر اللي كان عجبك شو ساعه توصيه لانه بيع الحلو بياخذها بيطلقاها هكا بيطلقاها بيع الحلو لهيك ما شاء الله يغزل العين لهيك الله يبارك ها شفتوا ما شاء الله هلا هيك الجبنه مستحيل مستحيل بقى تيبس بقلب الكنافه يعني هذا السر عطيتكم اياه من القلب الى القلب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله يخزل العين شو بنبسط يا مرت عمي بس يكتبوا لي يا ليلى عن جد بعمل الوصفه من وراكي وعائلتي كلها بتكون مبسوطه وزوجي بيكون مبسوط وولادي بيكونوا مبسوطين لا والله بينجحوا فيها 100% من اول مره بحسسوكي كانك قاعده معهم يا عمري يا طلع من استراليا قالت لي كاننا ليلى يا روحي دخيل الله بتخليك المزيد من السلامات دخيل الله اللي خلقكم لك والله انا برفع راسي فيكم يا الله ها ليكي ما شاء الله يغزل عين مرور تعال شوف الجبنه هاي النتيجه اللي انا كان بدي اوصل لها حطينا لها جبنة مربعات وقشقوان وموتزاريلا ما شاء الله هلا بتحطيها بقلب الكنافة بالحشوة تمام يا رواق مستحيل لا مستحيل تيبس ما شاء الله يلا رح بلش جهز الصينية يلا يلا انا رح بلش طبق فعليكم حبايب قلبي
باخذ الكنافه وبفرفدها بكعب الصينيه. ما بيأثر هول الاشياء اللي بيكونوا مجمعين على بعض هول من السمنه لانه هلا الطقس بارد، فبفرفدها انا بهذا الشكل. هلا بظبطهم كلهم بفرفدهم بخليها. تشوفوا لو تشوفوا حبيبتي القلب في ليلى حبيبتي لو شيء مزح. هلا تذكرت العثمانيه عن جد مثلها، بس هذيك بالقشطه وهي كمان نفس الشيء. لا هذيك غير. وعلى فكره ليلى فيك تعرفي شو كانها عثمانيه او هيدي البصمه. مزبوط كاسات ترانسبرنت مزبوط حطي فيها صح بتطلع كل واحد كاسة. مشان هيك صوتي فيك عم بتطلع عم تشتغلي يا روحي يلا داخل عينك. بتعرفي ما تعملي حدي حبي وجه تحيه لمدام كريستين، يعني بدي وجه لك تحيه من كل قلبي. هي وكنتها سمية رجب يا حبيبتي ما بتعرفيها هي عيوني انت. لما كنا بالمانيا سافرتنا جوله في اوروبا فوجهونا دعوه انه نزورهم ونروح لعندهم، والله كان الوقت كثير ضيق يعني ما رحتي زرتيهم؟ لا والله ما عرفها. ان شاء الله ان شاء الله اذا قال لك تسعى مشوار الثاني المشوار الثاني باذن الله باذن الله. فبدي وجه لك تحيه من كل قلبي، هن دائما بيحضرونا ودائما بكتبوا لنا كومنتات حلوه. الله يسعدكم ويطول بعمرك مدام كريستين ويخلي لك هالكلمه الحنونه. وسلامي خاص مني انا لكل حدا اللي بيسالك عني، بالله خاص هن سالين عني هلا اكيد. وانا كمان بسلم علي على ست كريستين وعلى كنتها وعلى كل صحباتها وقرايبينها. فرنا فرنا وكلنا حبايب قلبنا. هلا شايفين حبايب قلبي الصينيه، انا مديتها كلها ورسرستها بايدي، رصيتها بايدي. واذا كان في شيء فراغ إذا كان في شيء فراغ مثلاً بشيل شقفة صغيرة بسكر فيها الفراغ، يعني الكنافة ولا أسهل من هيك حبيبتي. يعني هلا كأنك عم تبدي شيء للمعمول. مزبوط يعني قلقتها كثير هالوصفة سهلة وعجبتني. صح إذا لاحظت عملت أنا حرف صغير وطالعة ريحة حلوة منها. إيه هي السمنة يا عم الصايم. عم الصايم بتعرفي أنا شو كنت أقول لهم يا مرت عمي؟ كنت أقول لهم الصايم إذا بيفتح قطراميز المكدوس أنا مني وعلي، إذا بفتح قطراميز المكدوس بستحلق. والحبة الزيتون على الطاولة قال أي مكدوس سيدة. ايه والله. فهلا بحط القشطة. بسم الله الرحمن الرحيم. ما بدي اياهم يوصلوا على الحروف ما تعمل. ها بس لجوا بدهم يوصلوا بس ما شاء الله. هعمل جيبي. يغزى العين. لا بدهم يوصلوا الله يبارك. بنزلك اياهم بهذا ولا ما بدك تنزلك اياهم؟ اعملي معروفاتي لغنى عنك. سلم دياتي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. وصفة سهلة ومكوناتها متوفرة. قوموا اعملوها. خذوها لمحبينكم حينبسطوا فيها كثير. يلا حبيبتي يلا ها. يلا. حبايب قلبي الكنافات اللي ضلوا عندي ما اخذتك او هيدي بيقول لي ما تسميها كنافه، هي اسمها شعيره ال العثمانيه. العثمانيه صح او البصمه صح يا بصمه يا عثمانيه. فبرشرشهم هيك انا على الوش وكمان بعمل جهدي ما اترك فراغات. هلا انا غلفت الوش كله بشعيره الكنافه وراح ادخلها على الفرن شاعل بس من تحت درجه الحراره 180 على الرف النصاني. الله عن جد بعد الفطور بدي هيك قعدي يا مرت عمي. ما هيك بدناش فنجانها من ناطرين نحن. يلا كلنا وحمدنا الله وشكرناه. يلا رح جيب علينا نعمه، رح جيب الكنافه ورح جيب القهوه. يلا عمو حبيبتي وجيب الفناجين يا ربي. القهوه ناطره هلا عم شفتي ما احلى هالمنقل احلى. ليكي مرور عم تطفي لنا الاضاءه يعني يا مرت عمي بعد الفطور ما فينا بلا فنجان القهوه. اكيد والله يا عمو حبيبتي انت صار لي ساعه ناطر عم عيط لي بتجي تشربي معي فنجان. يلا طبعا بعد الفطور جليت الجليات، حطيت اللي حطيته بالجليه وهول الكبار والصويني جليتهم على ايدي وحطيت الصينيه بالفرن ما شاء الله تامرت وراح طلعها. اول شيء شغلت الفرن من تحت مثل ما قلت لكم حبيب قلبي درجه الحراره 180 على الرف الوسطاني، بعدين طفيت من تحت من بعد ما احمروا الاطراف، شغلت شوي من فوق ابو 3 4 دقائق وهلا رح طلعها. بسم الله ما شاء الله يا سلام ما هذا الكلام. يلا هلا بنسقيه بالقطر البارد. شايفين القطر حبيب قلبي كيف قوامه؟ منه خفيف ومنه تقيل تقيل مثل العسل، لا بس المهم القطر يكون بارد. بسم الله يا سلام. فيكم تحطوا كمية القطر يلي انتو بتناسبكم. انا رح حط لسه مغرفة او مغرفة ونص لسه مشان الحلو تاعي يكون معتدل ما يكون قليل وما يكون كتير بكشش النفس. هلا كيفية هلا اذا بدنا تبقى منزيد. عبالي اقطع قدامكم هلا قطعة
فرجي ليك القرمشي. شايفين قد ايه مقرمشه؟ يا سلام الجمال ده. انا مجهزه الكريم كراميل كمان، هلا رح احطهم كلهم بصينيه وناخذهم ونقعد حد المنقل يلي ركبنا اياه هيدي. لندوها الكنافه اللي عملتها ليلى. هون الطبول بتكون عم تقرع دو 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 تحسيه خفيف. يي حبيت عمهال لا يخلص الصحن لأعطيك رأيي يا أم اللول. لك رأيته صحة وألف عافية طول ما الجيجي حافية. صحة وهنا أحلى تحلية وأكثر تحلية. ألف عافية. هلا أم الرول عم بتدوق. حبيت هي الواحد بياكل معلقه ما بيعطي الرياكشن بيدوق المعلقه الثانيه. يلا بدنا نستطعم شوي. طيب يلا رقت. لو تشوف الرياكشن على وشها بس. يا ريت لو فيني ارفع الكاميرا انا بس هيك. فرجيكم روق شو عم تعمل. كثير طيبه الكريتو. الف عافيه. نار سخن اطيب. كتير 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 طيبة. صحة وألف هنا. عن جد الله يسلم. عن جد شغل بسط بس يعجبكم. والله العظيم طيبة ماما. هل أطنها أعطيها؟ اي والله بدها فنجان قهوة. بسم الله الرحمن الرحيم. اخ يا يما طلعت من القلب يا أم الرو. بس والله صحتين. قلبك طفحان مني. لا هو هيك الأصول فنجان قهوة. سلم دياتي هذا الأصول. لازم اخر شيء بالسهره يكون في عصير منعش، عصير برتقال رواق كثير بتحبه ومرت عمي كمان، فعم بعصر لهم اياه فريش. شو هيدا ام الرول؟ كل هالقد برد برا؟ كثير برد. طلعت ام الرور لبرا عم تفرجيني شو جايبه مخدين. هيدي بتجيبيها هيك مضغوطه. مضغوطه ليلو. شفتي هلا هيدي مضغوطه يخزل العين هيك. يعني هاي اذا فردناها كيف بتجي لنا يا مرت عمي؟ هي فردناها. والله يا مرت عمي افتحي وحده. انا بدي مخدات. وحيات الله يا ليلى وحيات الله. قال لي انظف نوعيه وقال لي حج اذا بصير علي شيء بترديها بتشتحيها بوشي وطير بغيرها. كم وحده جايبي انت لإلك؟ وقال لي حطيها بالغساله وانا وانا مسؤول عنها. والله يا مرت عمي انا ناقصني مخدات بدي اجيب مخدات. يا عمو حبيبتي بشكي فرجيني. فرجيني شو رايك يا هيدي؟ اشوف هيدي شو رايه. بس هيدي هذا مو قطن. ما بعرف. حط راسك علي شوي. عمال هو شو قال لك البيع يا مرت عمي؟ قال لي كثير اصليه وكثير نظيفه. ليتي هاي كواليتي. شو؟ شفتي بلوشي؟ نايم نايم هيدي. هيدي أول نومة. أحلاها. شو يا هيدي؟ والله قوات قلبي. هي عم شان خير. خمسة. عم شان خير. فرجيني نوعين. فرجيني نوعين. قلت له لا ما بدي هيدي يكون عندي على الفرصة. ما طلع حرف الزد هيك بلا بلا مرت عمي؟ نعم. إذا أنا بدي أجيب منهم كيف؟ عمو حبيبتي دارا جيبته لألي فيك تغذيه وأنا عم بشتري منه ما يعني عادي أنا أخذهم وبكرة تجيبي لألك. ايه أنا تحت بالسوق قريب يا عمو. ايه والله عن جد. خذي مبروكين لألي. الله يبارك فيك. ليكي بيجوا عقل البيت لحوله. ليكي الرزقة كيف بتكون. حطي وش اني أنا جيب. حطي وش هي الرزقة. هي الرزقة. ليكم أحلىها أم الرور قبل ما تروح قبل ما تيجي لعنا مرقة على السوق. هي ومرت عمي جايبين مثل ما شفتوا أنتوا جايبت لي الكوفرليات الله يسلم دياتها وجايبين لقلهم المخدات. هلا عم بتفرجيني عليهم فوالله عم قلها أنه أنا ناقصني مخدات يا جماعة. فعم بيقلها البيع لمرت عمي أنه هول الثلاث سنين إذا شو يا مرت عمي خفصوا عليهم شيء بردهم بيعطيني حقه. والزلمه بنعرفه يعني الزلمه ايه نحن هذا ايه بياع ايه تحت بالسوق. ليكي جبت معهم وشين وش بخمسة دولار. ليكي شو فرجي لليلى. ليكي شوفي ليكي لبسها ها.
هيك ما احلى هيك دغري لا بس 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 شيلة بس ياخذوا هوا كبير شو والله شي مرات طبعا جد سبحان الله لك رزق فيه لك اي ساعه لك انا وقت شفتي صحيح اي ها لكي لك فرج خي لك عبد الهادي غفي يعني بدها تعطيها الوشين معهم بدك تاخذي الوشين معهم بناخذ الوشين معهم حبيبتي انت يا ليلى شي مبروكي الله يبارك فيكي ماما في اربعه اه عن جد والله اربعه هي جبت تسعه هي 10 وهي 10 شو هن في أربعة يا مرت عمي؟ أنا تبعينك جبت لها معهم بتقومي هي جابت لي إيه وليك بالكيس لحال وقفك مخدة مع الوش تبع قداش؟ 15 دولار إيه مخدة والوش تبعي هاي وشين وهاي وشين والله والله يا مرت عمي عن جد يعني طالما زلمي قال لك اذا صوبهم شيء لثلاث سنين وزلمي نحن بنعرفه ايه؟ من انت بنعرفه من زمان كل اولادي جهازي من جهازه من عنده ومن قبل كمان من ايام عمي الله يرحمه يا عم كل ما شايفي بالله الله يرحمه يعني زوجك قال لك ما بترق ابدا قال لي اذا بصير شيء بتردي لي اياه خلص بتنغسلي كله بحطيها بالغساله تمام وسعر المخدة 15 دولار 10 دولار مع الوش 15 الوش ب 5 دولار يلا منيح اذا هالقد مكفولين فالحمد لله شوفوا الحمد لله كيف الرزق او النصيب بتكون شفتي لك على اخر لحظه عن جد الله يبارك فيك يا رب ما احلاكي شوفي اي والله عن جد خاي بيستحلي يقطع العتيق بيستحلى الواحد ينام ياخذ له قطه عندك على زعفات بيتك اي والله يعيشوا لي هالديات لانوشي طلعي جربي لي الشرشف مشان اليوم تنامي نام او يلا والله دوري دولا من حلو كتير هدول دولا من حلو كتير هدول يلي بإيديك لكم مرت عمي زوقة هداك اللون أنا زوقي هدا اللون أنا كتير كتير أنا هدا زهرة العطرة مرجوحتي هدا اللون الروب اللي بلبسه كل الشتوية هدا اللون شو بدي قلكون ثلاثة أرباع غراضي يلي بحبها أنا هداك اللون مرشي عن جد تعي تعي نطلع يلا تنتين تنتين بخمسة دولار أها تنتين بخمسة دولار لأن حسب اثنين بعشرة تنتين بخمسة لا يعني أربعة بعشرة ولا لا محل وين هذا بالسوق لكن ما احنا يعني قريب هيك شي نهار بتعرفي بتعرفي مرت عمي ممتازين ليكي لك النقشة بتعرفي مرت عمي انا بتذكر خط ليلى اللي عنده مش سنتين ثلاثة اي سنتين مرت عمي كنت حبل بابن الثاني قديم 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 هلا بيقولوا قد ايه قديم ليلى قد ايه قديم قد ايه قديم قد ايه قديم يلا جاي والله عن جد مرت عمشي نهار بننزل بنتمشى بالسوق تحت ومن قال لهم ذاكرين لما فرجيناكم المخدات أيوه. هو من هذا المحل بيقول لك انت يا عمي انا بعرفك بتعرف حماتي ايوه صح هذا الخير لون ليكي هالنقشة فيه زهرة حلوة ليكي سادة فرجيني ليكي هذا سادة لا منه سادة يا مارت عمي ليكي ها ليكي فيه نقشة بس لأنه غير لون كان غيره علي ليكي أنا هذا اللون اللي بحبه أنا بحب الكفي قولي هذا لا أنت هلا جبتي لألك وبتعطي لها هلا إذا كان هي بدها تاخده أنا عمك بشتري غيره لأني أنا قريبة على السوق هي الله يطول لي بعمرك يا رب وعمري اجوا ما تفتكر إذا ما قال رزقة فيه ما اجوا عفيت البيت على اخر لحظه حكينا على اخر لحظه اي والله الا رزقك خلص الله يسلم لي دياتك